معانا كمان من المملكه العربيه السعوديه وكان متواجد في ملعب المباراه زميلنا العزيز ياسر حسين محللنا الرياضي. ياسر مشرف ومنور. ربنا يخليك يا كريم، دايما برنامجك هو اللي منور وانت منور دايما. حبيبي يا ياسر، شفت المباراه ازاي من ارض الملعب النهارده؟ الحقيقه جمهور الاهلي كان هو عنوان المباراه يا كريم. يمكن انا حضرت من بدري جدا عشان نغطي المباراه، لكن من الساعه يمكن 5 أو 6 كان امتلأ المدرجات النادي الاهلي، جميع الملعب كان متغطي باللون الاحمر. يمكن جماهير اتحاد العاصمه كانت تعدى على الاصابع، لكن الملعب كله كان مكتب الاحمر. احنا عايزين برضه نقول الناس، الملعب الملك فهد بيكفي حوالي 20,000 متفرج، يمكن 17,000 او اكثر كان جمهور النادي الاهلي النهارده. الجماهير خارجه من الماتش كريم مقسومه بفريقين، فريق كان متضايق جدا وشايف ان الحكم تحامل جدا على النادي الاهلي، وكان في قرارات غيرت من نتيجه اللقاء. الجزء الثاني من الجماهير كان مهتم بالشق الفني وبانه ده مش هيخلينا ابدا نفقد الثقه في المجموعه الموجوده حاليا او نهد المعبد زي ما بيقولوا، ان كولر مدرب متميز، لكن يمكن ادار المباراه بشكل خاطئ. النهارده كان في شويه تكاسل من بعض اللعيبه النهارده في بدايه السيزون، ما وصلوش لفورمه اللياقه الكامله، وكانوا شايفين انه فنيا يعني كان في تقصير من اللعيبه، فده اللي وضع المباراه اكثر من الذهاب بعيدا انه الاهلي خسر بسبب مثلا الحكم بشكل مباشر، انه تقاسموا يعني انه مسؤوليه مشتركه بين الحكم وتحامله على النادي الاهلي، وفي نفس الوقت ان الاهلي ما قدمش النهارده افضل مبارياته وحتى ما راحش على الجول. تقييمك انت يا ياسر بقى للمباراه فنيا؟ الحقيقه كريم انا بشوف انه واحده من يعني كولر عودنا لما كان بيخطئ فنيا ما عندوش اي كبر، وعجبني الحقيقه جزء كبير من تصريحاته في المؤتمر الصحفي، يمكن سمعناها كلنا انا والاعلاميين الموجودين بنغطي اللقاء. كان عارف ان في تقصير وعارف انه يمكن ما بداش المباراه بالشكل المناسب. الاهلي عايز اقول فنيا اتهان شويه بفريق اتحاد العاصمه، صح، بنشيكا مش عايز اقول تفوق، لكن كان مدرك امكانيات لاعبيه كويس قوي يا كريم ولعب على دي، وشاءت الصدف او شاء يعني التوفيق كان في صالحه انه يجي له ضربه جزاء ويسجل منها، غير كده عمره ما كان هيسجل في النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي النهارده دخل المباراه يعني بعتقد انه ما احترمش النفس بالشكل الكافي، كان في شويه رعونه في بعض اللاعبين، لكن في النهايه باين قوي كمان يا كريم انه اللعيبه ما وصلتش لفورمه بدايه السيزون، يعني حتى هنلاقي النادي الاهلي بالمنظر ده في اول 3 أو 4 مباريات محليه لسه بيعمل اداء تصاعدي بدنيا، يعني في لعيبه بعيده قوي بدنيا النهارده خدنا بالنا منها. صح. ياسر، هل اتسال ليه مودست النهارده ما كانش في قائمه المباراه؟ اتسال ورد على ده، قال انا طلبت من الاداره تجيب لي مهاجم واكدت عليها في الحاجه الفنيه لمهاجم للفريق، وانا كنت محتاجه النهارده لكن اللعيب لم يشارك لاسباب غير فنيه. فبالتالي الراجل بيؤكد تاني انه حتى يعني لما جبت لي فيرود اللي انا عايزه عشان قرار اتحاد افريقيا وغيره استبعد، فانا اضطريت العب باللعيبه اللي عندي او المهاجمين الموجودين في الحاله دي طبعا كهربا وصلاح مصر. عشان كده دي المعلومه اللي دلوقتي انت كده اكدتها لي، انه مشكله مودست النهارده كانت مشكله اداريه مش فنيه، انه لم يقيد مش فنيه حتى ده كلامه حتى في المؤتمر. عايز اقول لك على حاجه كريم حصري ليك برضو. اتفضل. انا اتوبيس الاهلي قدامي اول 2 لعيبه خرجوا يمكن كان عبد القادر، وكان كمان طلع طاهر وطلع مصطفى شوبير. عبد القادر باين عليه مضايقه وفي نفس الوقت تقريبا انه تعبان شويه، يعني حتى ما كانش قادر يتكلم خالص، وقعد في الاتوبيس من ساعتها ما نزلش خالص، ويعني ارتكن كده على جانب في الكرسي المخصص ليه. لعيبه الاتحاد العاصمه بتطلع واحد واثنين، لعيبه الاهلي حتى الان ما طلعتش خالص. بعض الطاقم الطبي من النادي الاهلي والفريق الفني خرج من النادي الاهلي، لكن كانوا بس بينقلوا حاجات ورجعوا تاني، ما خرجش اي لاعب من النادي الاهلي حتى الان. انا ممكن تلاقي مارسي كوره قاعد معاهم شويه، يعني انت عارف مارسي كوره واضح انه يعني بيوصل حاجه معينه في غرفه خلع الملابس يا كريم. مارسي كوره لما يبقى عنده مباراه هنا في مصر والاهلي بيخسرها بيرجع اللعيبه في الاتوبيس على النادي، ما بيخليش كل لاعب يروح لوحده، فاكيد بيشوف لهم عقاب ما او يعني انت وانت بتكلمني يا كريم اهو دلوقتي يمكن احاول اسمعك لعيبه اتحاد العاصمه بتغني احد اغانيها وخارجه اهي على الاتوبيس المخصص ليها. احنا واقفين في الميكس زون بتاعه الخاصه بالاعلاميين، وده صوت هزيج جماهير اتحاد العاصمه اللي فازوا النهارده بضربه جزاء وحققوا السوبر الافريقي والنجمه الثانيه للجزائر بعد ما فاقت سيف كان حققها. ياسر حسين صديقنا العزيز ومحللنا الرياضي من السعوديه، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما نقلته من كواليس ما بعد هذه المواجهه. بشكرك شكرا جزيلا.